توازي للكلام اللي بيحصل ده، في ضغوط داخليه على حكومه نتنياهو عماله تزيد كل شويه. الالاف المتظاهرين اتجمعوا اول امبارح زي ما قلت لكم، وقعدوا يهتفوا الاتفاق الان، وبيطالبوا حكومه نتنياهو انها هتستقيل. هل فعلا هتستقيل؟ ما اعتقدش انها هتستقيل، لان دي هتبقى بدايه محاكمات نتنياهو محليا، وبدايه محاكماته هو والقاده بتوعه عالميا، ومحاكمات نورنبرج اللي كانت معموله للنازيين بعد الهزيمه هتبقى ولا حاجه جنب اللي هيحصل مع الجماعه دول. احنا سلاحنا هنا هو الكلمه، والكلمة دايما ليها القوة، وهي اللي بتتصدر وبتقدر انها توصل الرسالة. بس زي ما الكلمة ليها المعنى، الصورة برضو ممكن تبقى بألف كلمة وبألف معنى. أظن واضح جدا خلال الأيام والأسابيع اللي فاتت الدعم الكامل لشباب الجامعات في العالم، في أمريكا، في أوروبا، في أستراليا، في كندا، اللي بيحاولوا يعدلوا الصورة اللي كانت مقلوبة بقالها سنين طويلة. كل يوم كنت بكلمكم عن الشباب اللي بيغير العالم، لكن النهاردة عايز أفرجكم صورة. تعالوا نعرض مع بعض الصورة يا جماعة لو سمحتوا. اللي على اليمين دي طالبة من اللي مقبوض عليهم من حرم جامعة تكساس، صورة حقيقية، وشايفينها وهي متكلبشة في مشهد مخزي يفتقد الإنسانية والاحترام. بنت زي دي ممكن بكرة تبقى مسؤولة كبيرة في أمريكا. نظرة البنت كانت كفاية، لكن نبص على الشمال، الصورة اللي على الشمال، فنان رسم ديجيتال رسم لها صورة ولبسها تاج تمثال الحرية، واكتفى بنظرتها وكأنها بتتحسر على الحرية اللي بيتغنوا بيها. فعلا صورة أبلغ من كلام كتير. فاكرين صورة بائع البرتقال وهو بيحدف البرتقال على القافلة اللي رايحة غزة وتحولت بعد كده إلى لوحة؟ وهذه الصورة للبنت اللي مقبوض عليها اللي تحولت إلى لوحة فنية ديجيتال، الحقيقة صادقة جدا، واضحة جدا، من الحاجات اللي هتفضل. خلي بالنا، ذاكرة التاريخ موجودة على الإنترنت، ذاكرة لا يمكن محواها إلا بصعوبة. دي من الحاجات اللي هتفضل، ممكن تكون أصدق بكتير من ادعاءات كتير.